ما بين ليلة وضحك يقول لك دخلوا القرقوبي شربوا القرقوبي وكلوا القرقوبي. إذن هذا المباشر درناه باش نوضحوا الرأي العام أشنو واقع مشتبه قناة صوت العدالة. أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء. اليوم جينا على الحمودة. أكيد حمودة عرفتينا علاش جيناك. الموضوع اللي شار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودير المدرسة داخل فيها القرقوبي. اليوم بغينا نوضحوا لجل مشتبه قناة صوت العدالة كيفاش بعدا القضية ديال القرقوبي وشنو واقع حداك حدا المدرسة حمودة. خويا ما وقع والو الحمد لله. السلام عليكم. بعدا انا هاد المدرسه راه ما فيها حتى شي حاجه، راه ما كاين لا قرقوبي لا كاين حتى حاجه، راه ولدي كيقرا فيها وباقي انا كنت كيقرا فيها. هاد الضجه خويا ما عرفت كيفاش تتفرقعات. اما نقولش لك هاد المدرسه هادي احسن مدرسه عندنا هنايا لا بالاساتذه ديالها ولا بالمدير ديالها ولا بكل شيء. كل صراحه هاد التهمه اللي طلقوا على هاد المدرسه راه ما كاين فيها والو، وما جات لا لابيلانس ما طاح شي واحد غياب ولا سمع كاين وقعت شي حاجه هنا، راه ما كاين حتى حاجه. ها العيالات تجمعوا هنايا الفانيد ما الفانيد شي حاجه. هما المره الاولى اش كانوا يقولوا؟ كيقولوا حق راه واحد المراه فرقت شي قراعي فيهم الفانيد القرقوبي فرقاتو على الدراري. في العشيه تا كنسمعوا لا راه شي دريه صغيره اللي جابت شي فانيد ديال الحمام وعطاتو شي دريه، هذيك الدريه بقات كتاكل فيه داتو للمدرسه ديال السويع كلاتو في السويع عطات لخوها جوج عطات الدراري الصغار كتعرف شو واحد كيقول شي حاجه قال لي راه ذوقني عطاتهم حبه حبه. هادشي اللي ما كيقول بنادم كيفاش هاد الفانيد ديال الحمام؟ قال لك داك الفانيد كيداوي الحمام كيعيد لك الدكوبيره. قال لك يحيد الدكوبيره قال لك اسيدي هو اللي قال لك راه جا عندي با دوك الدراري اللي تهموا بنا ولادهم اللي جابوا القرقوبي جا عندي للدار قال لي يا خويا راه حل لنا هاد الفانيد هذا راه ما لقيناش راه ديال الحمام. شكون حلو حمود؟ بوت دوك الدريات بوت الدراري الاولين اللي اتهموا بان ولادهم اللي جايبين الفانيل، حيت هذوك وليداتو عطات ليها شي دريه اخرى وباش يطلقوا هذه الاشاعه على الفانيل هنايا في المدرسه. ولا الحمد لله راه عندنا الامن ديالنا حي مولاي رشيد ولا المقاطعه ديال مولاي رشيد ولا الدراري كاع ديال ولاد مولاي رشيد حاضرين صواريهم هنا ما كاينش شي حاجه كدور. وانا حدايا المدرسه بالمدرسه هو حدايا كاين جوج الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال وحده كتبيع بهم وواحد كيبيع داك الكاوكاو العسل وزرعه الكتان هادو هما اللي كاينين. شي واحد اخر كيوقف كيعطي الفانيد هنا راه ما كاينش نهائيا. راه طلقوا عليهم هاد الاشاعه هادي علاش؟ حيت هاد المدرسه ما نعاودش لك الله يعمرها دار كاينين الناس في كارتيات حداهم مدارس وجايين من معطيه مدرسه حداه وجاي من اللي وجاي كيقري ولادو هنايا. هاد الناس اللي طلقوا على هاد الاشاعات والله يسمح لي ما هو اللي غادي نقول. كيما شفنا حموده في التصريحات ديال الامهات واحد الام في حاله كيما شفنا في حاله هستيريه منهاره بسبب ان ولدها كاين في السبيطار. كتقول لك ولدي كاين في السبيطار بين الحياه والموت. راه اللي غادي ضروري غادي يمشيو الصحافي يسجلوا معاه في السبيطار. ما على انا نقول لك شفت شي حاجه ما شفت والو. شفت لا راه كتغوت هنايا ولكن ما شفت لا دري لا والو لا ما ندي تقليد. المراه كتغوت والعيالات مجموعين ولكن شي حاجه اخرى راه ما كايناش. ما علينا من غيدير وقفه نهار اثنين. هادشي علاش؟ الدري بنا اللي قال اللي انفاجئت شي الدري اللي جابت هادشي جابت الفانيد ديال الحمام. انفاجئ. الدريات هي كتقرا معاهم هادي الدري اللي جا عندي با راه بنت حتى هي عطاوها شي وحدين في المدرسه. عطاتها شي دريه في المدرسه. هي اللي قالت ليها ما عرفت فانيد ولا ما عرفت شناهو ما فهموش دري صغار باكو ياكلوا فيه. هادشي اللي وقع. ما طاح حتى واحد في المدرسه ما ما طاح حتى واحد ما جات لا لابيلانس ما جات حتى شي حاجه. راه كنقول لك حنايا راه ماشي في غابه، راه حنا في بلاد الحق والقانون. راه هاد المدرسه راه بريئه من هادشي. راه ملي كيقولوا في هادشي هذا اذا الامن راه ما خدامش. الامن راه غادي جاي وتحيه للامن كنقول لك وتحيه للقائد وتحيه للناس كاملين. راه كذوب على هاد المدرسه هادي والله الا كذبوها بالله. والله ما كاين شي قرقوبي والله ما كاين شي فانيد. كانت شي حاجه انا نمشي فيها للحبس والله ما كاينه حاجه بالله. عاد لقوا عليهم اشاعات وصافي اخويا. كيما قلت يا حمود انت كون شي دري مثلا كلا القرقوبي ولا راه لاطوس ديالو خايبه يقدر يموت يقدر يشوفها في البلاصه. انا نعطيك حبه كيضربها واحد اللي عنده المناعه قويه ومجهد وما عرفت كيدير كتبقى شاده فيه 24 ساعه. اللي عطيتيها لدري صغير كي غيولي راه والله لا ناض والله لا دواء معاك. بنادم خصو يفكر شويه والله يهديهم. هذا هو اللي غادي نقول الله يهديهم وصافي. يا حمود شنو الرساله ديالك تبغي توجهها للاباء؟ شوف الكاميرا والرساله ديالك للناس اللي دايرين الضجه اعلامي.
هاد الناس كنقولوا الله يهديهم وخليوا الدراري يقراو. المدرسه راه محترمه، المدرسه كيكملوا الاساسيده من جيوبهم باش ياخذوا روبينيات، ياخذوا هادي باش دايرين الدراري بحال ولادهم. هنايا ما فرطينش في الدراري، وهاد المدرسه اصليه كانوا ولاد الخيريه كاع كيقراو فيها. هاد المدرسه هادي ولاد الخيريه قراو فيها. وكنقول لهذوك الناس الله يهديكم حقكم وعرفوا اش كاين، ما تبقاوش تصمتوا بودنيكم، راه ما بين الحق والباطل راه اربعه الصبعان. والله يهديكم والله يهديكم والله يهديكم، هذا هو اللي كاين. شكرا لك حموده. كيما سمعتوا متبعي قناه صوت العداله، كان معنا حموده من الناس اللي قراب حدا المدرسه هنا عساس حارس ليلي. كيما سمعتوا شهاده حق، ما كيما سمع ما غيزيد ما غينقص، شهاده حق لله. ولده ايضا كيقرا كما قال. كيما شفنا الاعلام المغربي تفزع بهذا، كيما كنعرفوا حنا المدرسه التربيه والتعليم، كاين التربيه عاده التعليم ما بين ليله وضحى، كيقول لك دخلوا القرقوبي شربوا القرقوبي وكلوا القرقوبي. اذا هذا المباشر درناه باش نوضحوا الراي العام، نوضحوا الراي العام اشنو واقع. متبعي قناه صوت العداله شكرا لكم، نلتقي في مباشر قادم ان شاء الله. ما بين ليله وضحى كيقول لك دخلوا القرقوبي شربوا القرقوبي وكلوا القرقوبي. اذا هذا المباشر درناه باش نوضحوا الراي العام، نوضحوا الراي العام اشنو واقع. متبعي قناه صوت العداله شكرا لكم، نلتقي في مباشر قادم ان شاء الله.